قامت اليوم الأربعاء من القاعدة الجوية بوفاريك الجزائر بإرسال شحنة مساعدات غذائية ومعدات طبية تقدر ب 57 طن إلى بلد النيجر. المساعدات قدمت من طرف الهلال الأحمر الجزائري وتم شحنها على متن طائرتي نقل عسكريتين انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك. تجدر الإشارة أن هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية مختلفة ومعدات صيدلانية لتليها رحلات أخرى في الأيام القليلة القادمة بحمولة إجمالية تقدر بأكثر من 150 طن. بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 6253 إصابة، بينها 522 وفاة و 3058 متعافٍ إلى غاية مساء اليوم الأربعاء، بعد تسجيل 186 إصابة جديدة و 7 وفيات في الساعات 24 الأخيرة، حسب ما كشف عنه البروفيسور جمال فرار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء. وحسب فرار فقد سجلت 60 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة، ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 3058 حالة. تجاوز قنصل المغرب في وهران حدود اللباقة، حيث وصف الجزائر خلال تجمع للمغاربة أمام القنصلية بالبلد العدو، ويعد الأمر انزلاقا خطيرا، حيث أظهر فيديو مصور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قنصل المغرب في وهران وهو يصف الجزائر بالدولة العدوة. وكان المغاربة قد تجمعوا في وهران من أجل نقل انشغالاتهم إلى قنصلية بلدهم قبل أن يتفاجأوا من القنصل المغربي وهو يقول لا داعي للتجمع، فأنتم تعلمون أننا في دولة عدوة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور تخصيص نهار غد الخميس للإجابة على استفسارات الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وموظفين من خلال حصة أطلق عليها قاعدة. وأعلن الوزير شمس الدين شيتور على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه تم برمجة يوم الخميس 14 ماي 2020 للتواصل، داعين راغبين في طرح تساؤلاتهم ترك أسئلتهم في المنشور الذي نشر على صفحته على أن يجيب على معظم استفسارات المعنيين خلال الحصة. وستمتد الحصة وفق شمس الدين شيتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 11 صباحا، وينتظر أن يجيب الوزير على كل الانشغالات والاستفهامات والغموض الذي يكتنف كيفية إنهاء السنة الدراسية الجامعية، خاصة وأنه كثرت التأويلات في شأن مصير الامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني ومصير الامتحانات الاستدراكية، بالإضافة إلى قضية الدروس عن بعد التي باتت لا تصل إلى عدد كبير من الطلبة. أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى الأربعاء فتوى بجواز أداء صلاة العيد في البيوت جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة أو فرادى، كما يمكن أداؤها لأصحاب المداومات في أماكن العمل، وذلك تعظيما لهذه الشعيرة وتحصيلا لثوابتها وبركتها. وجاء في بيان للجنة توج اجتماع أعضائها بأن صلاة العيد تصلى في البيوت كما تصلى مع الإمام ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 تكبيرات بما فيها تكبيرة القيام، ويقرأ في كل ركعة بالفاتحة مع سورة جهرا، ولا تشرع خطبة العيد في البيوت ويبدأ وقتها بحل صلاة النافلة. وأوضحت اللجنة الوزارية للفتوى أن التكبير والتسبيح والتهليل في العيدين مستحب وهو مشروع بشكل فردي وجماعي للنساء والرجال، وأفتت بمشروعية رفع التسبيح والتكبير من مكبرات الصوت في المساجد. وفي هذا السياق دعت اللجنة الناس إلى التكبير والتسبيح والتهليل في البيوت أو حيث كانوا للمحافظة على هذه السنة واستحضار معاني العيد وأجوائه. ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماع للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، وخصص الاجتماع الحكومي لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع المجاهدين وذوي الحقوق، وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة، وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتقديم عرض حول الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا. واستمعت الحكومة كذلك إلى ما قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار رئيس الجمهورية. بعد ذلك استمعت الحكومة إلى ما قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات، ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مدرسة
منصة وطنية عليا للغابات التي تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية المتخصصة عبر التراب الوطني، حيث ستخصص هذه المدرسة الجديدة التي يقع مقرها بولاية خنشلة في تكوين رأس مال بشري عالي التأهيل في تسيير الموارد الغابية والحفاظ عليها. ومن جهة أخرى استمعت الحكومة إلى ما قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 أفريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني. كما استمعت الحكومة إلى ما قدمه وزير التجارة أيضا حول مشروع مرسوم تنفيذي والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموظف في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب المدعم أو الحليب المدعم في أكياس البي سي، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة المربحة. وعلى صعيد آخر استمعت الحكومة إلى ما قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع مرسوم تنفيذي والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع، لا سيما تلك المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضها المرفق العام. وأخيرا استمعت الحكومة إلى ما قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة. يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم غد الخميس جلسة علنية تخصص للإجابة على الأسئلة الشفوية التي سيطرحها النواب على ممثلي الحكومة. وبرمجت خلال الجلسة حسب بيان للمجلس وزير المالية عبد الرحمن راوية على أسئلة كل من النائب عبد الغاني ويشر عن تجمع أمل الجزائر تاج والنجاة عمامرة عن التجمع الوطني الديمقراطي، وكذا إجابة وزير الطاقة محمد عرقاب عن كل من النائب محمد كيجي من التجمع الوطني الديمقراطي وجد رابح عن جبهة النضال الوطني ونقاز جديد عن كتلة الأحرار. وستجيب من جهتها وزيرة الثقافة على أسئلة النائبين مهدي زنتوت عن حركة مجتمع السلم ومحمد مقران عن جبهة المستقبل. كما سيطرح كل من النواب فوزية طهراوي عن الجبهة الديمقراطية الحرة وسمير زيبوش عن عهد 54 والحاج الشيخ بربارة عن الحركة الشعبية الجزائرية أسئلتهم لوزير السكن والعمران والمدينة. من جهتهم سيتقدم النواب بدر فرخي عن كتلة الأحرار وإيمان عراضة وبالقاسم بركات عن التجمع الوطني الديمقراطي بأسئلتهم لوزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي. ستعرف معاشات المجاهدين المتقاعدين زيادات تصل إلى 5000 دينار بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع السميغ ب 200,000 دينار. وأكدت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أن فئة المجاهدين التي اشتغلت في فترة الجزائر المستقلة وتتقاضى معاشات من عند الصندوق الوطني للتقاعد بمعدل 2.5 قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون على الأقل أي 45,000 دينار، فإن معاشاتها ستعرف زيادات تصل إلى 5,000 دينار لتصبح 5 مليون سنتيم على الأقل. وتأتي هذه الزيادات في أعقاب رفع الحكومة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 إلى 20,000 دينار. وأفادت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بأن عجز الصندوق الوطني للتقاعد لهذه السنة سيبلغ 68,000 مليار، ما سيجرها على تغطية العجز بضخ تلك الأموال عن طريق الخزينة العمومية. وسيدرس الصندوق الوطني للتقاعد الأعباء المترتبة عن رفع قيمة السميغ من أجل اتخاذ كافة احتياطاته. Thank you.